الصندوق حاليا قام بتمويل بعض من الشركات التي تحصلت على علامة شركة ناشئة والتي سيتم الإعلان عنها. الصندوق اليوم أيضا يمكن أصحاب شركات ناشئة من أن يتحصلوا على التمويل دون التنقل من منازلهم انطلاقا من البوابة الإلكترونية، وهذا الشيء مهم جدا. الصندوق استثماري وليس صندوق للقروض، فهو يعتمد على أساليب للتمويل اللي هي مختلفة تماما عن الأساليب الكلاسيكية.